السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. إن شاء الله نبدأ مع بعض منهج كونكت للصف الثاني الابتدائي، وهنعمل ريفيو، مش هنشرح لسن بلسن درس بدرس، لا هنعمل ريفيو على اليونت كاملة ونقرأ كلماتها اللي هي موضحة أمامكم في الصورة. جميل، هنقرأ كلمة عربي وإنجليش سريعا كده. جميل، beautiful، قوس قزح رينبو، مقعد طويل بينتش، الريف ذا كانتري سايد، حديقة عامة بارك، حشائش جراس، شجرة تري، نهر ريفر، نبات بلانت، وردة فلاور، مياه ووتر، صلب سوليد، سائل ليكويد، غاز جاز، بخار الماء ستيم، موجة ويف، ثلج ايس، مرتفع هاي، منخفض لو، الوالدين بارنتس، قمامة تراش، سلة إعادة تدوير القمامة ريسايكلين بين. الفونكس كان في يونت 7 كان مركز على الـ OR و الـ AR كيفية نطقهم. مع بعض كده نقرأ: ذرة corn، حصان horse، رياضة sport، قصة story، short shorts، الصباح morning، رقم 40 40، برطمان جار، نجمة ستار، حديقة عامة بارك، رسم ارت، حديقة منزل جاردن، ذراع ارم، سيارة كار، مزرعة فار. الوظائف اللغوية اللي كانت في يونت 7 اللي هي language functions، كان السؤال بمعنى هل يوجد للمفرد is there. بنحفظ الطفل كده ان لما الجملة تبدأ بإز بنحط في نهاية الجملة question mark ونجب عليها بyes or no. is there إجابة في الإثبات طبعا yes there is، وإجابة في النفي بتكون no there isn't. زي ما موضح في الصورة: is there a park، هل يوجد حديقة عامة؟ yes there is. نعملها زي dialogue كده مع الطفل، الأم تسأل وهو يرد عليها ويجب عليها: is there a river، وفي صورة وردة. الطفل طبعا يقول no there isn't، no there isn't. بنمثل طبعا السؤال ده على اي حاجة موجودة عندنا في الغرفة، صورة مروحة في تلفزيون، في صورة is there a fan، هل يوجد مروحة؟ موجود yes there is، مش موجود no there isn't، وهكذا، بحيث ان احنا نعود الطفل على السؤال ب is there. دي كانت ريفيو على يونت 7 صف الثاني الابتدائي منهج كونكت بلس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للقناة بحيث انها توصل لأكبر عدد ويكون في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى.